Mulai dari ayat 41 dan seterusnya, halaman 321, silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يعلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله
وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يجحب بالأبصار يقلب الله إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم.